الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم بعض الكلام على قول الله تعالى في أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى قد افتتح فاتحة الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين حتى ينبه عباده إلى طريق التعرف إليه سبحانه بالعوالم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق العوالم ليعلم، كما قال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلقد خلق العالم فجعله علامات ودلائل على علمه وقدرته وإرادته وحكمته جل وعلا، ولهذا يسمى العالم عالم، أي ما يعلم به خالقه وبارئه ومصوره، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن العوالم هي عوالم كبيرة كثيرة لا يعلم عدها وقدها ومدها إلا الله تعالى، فمنها عوالم مشهودة ومنها الغيبية، ومنها عوالم علوية وسفلية وروحية وجسمية، ومنها عالم الأرواح والأشباح وعالم المثال، وهكذا عوالم وعوالم. وتقدم بعض الكلام على بعض العوالم إلى أن وصلنا إلى عالم الملائكة على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وقلنا إن الملائكة هم أرواح علوية قائمة في أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل والتمثل بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى بأمر الله تعالى حسب المناسبات. وهذا يسمى من عالم المثال، هذا التمثل الملكي يسمى هذا من عالم المثال، وهذا من قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. وهكذا خلق الله تعالى الملائكة وجعلهم رسلا، كما قال جاعل الملائكة رسلا، أي وسائط بين الحق والخلق يرسلهم في تنفيذ أوامره جل وعلا وفي تدبير الأكوان والعوالم، وهو الذي يمدهم ويدبر لهم، وهو الذي يقويهم ويعطيهم ويعذبهم، فهم رسل مأمورون بأمر الله ينفذون أوامر الله يدبرون الأمور بإذن الله، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وهم على مراتب ولهم وظائف وكل له وظيفته وكل له مقامه. قال وما منا إلا له مقام معلوم. فمن أعظم مراتب الملائكة ومن رؤسائهم هم الأربعة المعلومون، سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ميكائيل وسيدنا عزرائيل
وهناك ملائكة تقود ملائكة، وملائكة له رئاسة في السماوات، وهو إسماعيل الذي هو ملك على ملائكة السماء الدنيا. وهناك أيضا رضوان رئيس خزنة الجنة، وهناك مالك رئيس خزنة النار، وهناك وهنالك فهم دوائر معلومة، هناك رئاسة وقيادة، وهناك أيضا جنود مجنرة يأمرهم الله تعالى ويرئس عليهم من هو أعلى مرتبة منهم، وكل هذا بتدبير رب العالمين. فمن أعظم الملائكة وأشرفهم، وهو الذي جعله الله رسولا بينهم وبين رسله وأنبيائه من البشر، هذا سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فهو الذي ينزل بالوحي التشريعي وبالكلام الإلهي إلى الرسل صلوات الله عليهم، فهو الذي نزل بالقرآن الكريم. أما غيره من الملائكة قد ينزلون على الرسل بتعاليم وأمور غيبية وبشائر ومواعظ وتذكير، أما الكلام الإلهي إنما واسطة النزول في سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح أي جبريل، وهذا يسمى روحا لعظم روحه، لأنه كله روح، وهو روح ملكية قوية، ويقال له روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس، القدس باللغة بالضم اللام، ويقال بالتسكين أيضا في اللغة، معناه الطهارة والنماء. روح القدس أي الروح المقدسة الطاهرة بتقديس وتكميل رب العالمين جل وعلا. روح القدس المقدسة المطهرة النازلة بالشرائع الإلهية التي فيها تقديس وتطهير البشرية يا إنسان، وتطهير عالم الجن، وهي أحكام الشريعة. فهو روح القدس أي الروح المقدس الطاهرة، والتقديس معناه التطهر. ومنه كما ورد في الحديث: إن روح القدس نفس في روح، ويقال حظيرة القدس أي الجنة، ما يدخلها إلا المقدس الطاهر. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الخمر وهو يقدر على أن يشربها في الدنيا سقاه الله منها في حظيرة القدس يوم القيامة، يعني في الجنة. إذن حظيرة القدس أي الجنة هي حظيرة القدس، لا يدخلها إلا أهل القداسة والطهارة الذين طهرت قلوبهم ونفوسهم وعقولهم وأجسادهم بشريعة الله. فإذا روح القدس نزل بهذا القرآن، من نزل به؟ روح القدس، لأجل أن يقدس، إذن بالشريعة، بشريعة فيها التقديس التطهير التكميل، وهذه شرائع الله مطهرة للإنسان يا إنسان، ولسيما شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بها الطهارة الأكملية وبها النماء، وهي أطهر المطهرات. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي فيما شرع لكم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذا هو القداسة يا إنسان الحقيقية، هذا هو الطهارة والنماء. فلقد نزل روح القدس بالروح القرآني على أقدس وأطهب أطيب نفس إنساني بأعظم كلام رباني، وهذا هو القرآن العظيم النازل به جبريل الأمين
من حضرة الملك القدوس على أقدس وأطهر النفس في العالمين نفس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى يقدس العالم، أي يطهرهم من دنس الشبهات في قلوبهم ودنس الشهوات في أبدانهم وجوارحهم ودنس الوساوس في عقولهم ودنس النجاسات في أجسادهم وثيابهم. يا إنسان، فجاء الشريعة سيدنا محمد مطهرة ومقدسة، فهم يدخلون الجنة حضيرة القدس وقد تقدسوا وتطهروا كما قال طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم. ولهذا يقال في اللغة، يقال للقالوس الدلو المعروف، الدلو المعروف قال له قالوس، هو اسم دلو، لكن إذا كان كبير قالوس اسمه، أي طاهور، أي يكفي للغسل يعني أو الوضوء إذا كان صغير، وإذا كان كبير قال يكفي بالغسل يعني، فاسمه قالوس أي طاهور. فإذا يا إنسان القالوس قالوس، هذا من التقليص أي التطهير يعني، وهي كلمة في اللغة العربية إنسان. وهكذا روح القدس أي سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام أثنى الله تعالى عليه بقداسته بطهارته بنزاهته، وهكذا وأنه نزل بهذا القرآن الكريم من حضرة الملك القدوس كما قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم إلى تمام الآية، بعث رسولا منهم هذه البعثة المحمدية بالرسالة المحمدية وهو القرآن العظيم. من نزل به روح القدس؟ من حضرة من؟ من حضرة الملك القدوس. فذكر اسمين قبل أن يذكر البعثة حتى تعلم لما بعث رسول الله ولما أنزل عليه الشريعة والقرآن حتى يطهر العالم من دنسهم، فدنس العقول الوساوس والشبهات والانتقادات الباطلة والضلالات، شبه الواية شبهات أيضا دنس النفوس، إنما هو بحقدها وبغضها وأخلاقها السيئة، ودنس القلوب من العقائد الباطلة. إذا جاء هذا القرآن الكريم مقدسا ومطهرا، والذي جاء به من عند الله روح القدس، والذي نزل عليه هذا القرآن أقدس وأطهر نفس، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر والمطيب المطهر، الذي ناداه الله بحرفين جامعين عظيمين من أوصافه، فقال له طه أي يا أيها الطيب الطاهر المطيب المطهر ويا هادي العالم لرب العالمين، فناداه بحرفين يشيران إلى اسمين طه والهادي الهادي، ولقد قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا وهو الطيب الطاهر والمطيب المطهر لكل طيب وطاهر يا إنسان، فالطيب الطهر ينبع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نزله روح القدس على من؟ نزل به الروح الأمين على قلبك صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين وعلى قلبك جمعا، وقرأه عليك سمعا فأنت تقرأه وتتلوه كما قرأ عليك جبريل عن رب العالم، وإنك لتلقى القرآن باللدن الحكيم العليم. فهكذا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام تلقى القرآن عن رب العالمين وسمعه من رب العالمين، والله تعالى تلاه على جبريل وجبريل يسمع، وجاء به لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلبه جمعا، وهكذا وقرأ عليه سمعا، فهناك تلاوة سمع وجمع، جمع في القلب حتى ما ينسى منه شيء صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في قلبك وصدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم.
أن تنسى منه شيئا. إن علينا جمعه وقرآنه أن نقرئك إياه، فإذا قرأناه أي جبريل وصل جبريل عليه فاتبع قرآنه أي تلاوته وقراءته. إذن هكذا نزل سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، نزل بهذا القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلبك يا رسول الله من بين القلوب، لأن غير قلبك لا يتحمل هذا القرآن وما عنده قوة يحمل هذا القرآن، لأن هذا القرآن فيه المعاني وفيه الأسرار وفيه الأنوار وفيه الروح الرباني. فهذا أي قلب يتحمل هذا يا إنسان غير قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن ما نتحمل، أنه أنت عم تتحمل بمقدارك، أنت عم تتحمل بمقدارك، أما القوة المحمدية ما هي عندك. الكهرباء تمد كل هكذا مثل ما تقول الشمعة، وكل هكذا قطعة مما هكذا تمدها بحسبها واستعدادها، لكن المولد الكهربائي يا إنسان توجه بذاته على هذه الشمعات وعلى هذه الأشياء، فهو أحر يا إنسان تحمل، وإنما تبقى هناك مكفرات ومحطات ومهدئات ومعطيات النسب على حسب النسب والتحمل. إذا يا إنسان القوة القرآنية الربانية نزلت على قلب سيدنا محمد ثم أفاض على القلوب حسب ما هو يستعدها القلوب. كلهم هكذا سمعوه سمعا وقرأوه تلاوة وهكذا ووعوه فهما المعاني الظاهرة إلى آخره، لكن جمعه روحا وأسرارا وأنوارا ومعاني ومعارف إلى آخره هذا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو البحر الطام الجامع، والكل يستمدون على حسبهم ونسبهم يا إنسان، على حسب ونسبهم ما يستعدون. وعلى هذا نزل به الروح الأمين على قلبك أي من بين القلوب. وقوله نزل به الروح، هذا فيه تنبيه لمن يفهم أن هذا القرآن نزل به الروح. أي أعظم روح ملكي؟ من هو؟ جبريل عليه السلام. لما خص بهذا أن ينزل به؟ قال لأنه حق لأعظم روح رباني أن ينزل به أعظم روح ملكي على أعظم روح إنساني. فهذا الروح الجبريلي نزل بالروح القرآني على أعظم روح إنساني ليحيي القلوب والأرواح. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هناك يا إنسان روح إنساني وهو روح الجسم، روحك اللي هي تحيا بها يحيا بها جسمك. يسألونك عن الروح، هذه الروح الإنسانية وإذا قيل غير ذلك قل له ما في دليل، دليل قائم على أن المراد بالروح الإنساني. هذا ما بحث الآن، لما نتكلم على خلق الإنسان إن شاء الله نبين. هناك الروح الملك الجبريلي نزل به الروح الأمين سيدنا جبريل. هناك الروح القرآني وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن له روح، نزل بروح، إلو نور وإلو روح. يقال كيف يعني؟ قل له فهمها. الروح إيش تعطي؟ الروح لها أثر الحياة. فلما يقول بأن هناك روح قرآني معناه إلى أثر حياة، ولما تقول روح إنساني معنى ذلك إلى أثر الحياة، بتأثر الحياة. فالروح الإنساني إيه أثر الحياة في جسمك؟ حياة الجسم، نبة الروح في جسمك حي الجسم، راحة الروح مات الجسم. ما بدأ بحث عنه. إذن هذا روح الإنساني تحيا به الأجسام الإنسانية. أما الروح القرآني إيش بحي فيك يا إنسان؟ قال إذا كان جسمك محتاج إلى روح إنساني حتى تحيا، فروحك وقلبك محتاج إلى روح ثانية. فما هي الروح
التي تحيي روحك قلبك حياة الأبد، هذا الروح القرآني. فإذا سرى روح القرآن في روح الإنسان نال حياة الأبد يا إنسان. وإذا فقد روح الإنسان قلب روح القرآن فلم يؤمن بالقرآن وأنكر القرآن وجحد القرآن أو استهزأ بالقرآن أو إلى آخره، قل أنت ميت ميتة الأبد. أنت جسمك حي مثل بقية الحيوانات لكن قلبك وروحك ميت. ولذلك قال تعالى في الكفار أموات غير أحياء، أموات، مع أن جسم الحي لا، قال لا، وإن كان جسم حي لكن القلب والروح ميتين. يوم القيامة إيش يقولون أي كفار؟ يا ليتني قدمت لحياتي، أي يا ليتني آمنت بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حتى أحيا حياة الأبد كما نالها المؤمنون في الآخرة. فإنهم نالوا هذا الروح القرآني فصار عندهم حياة الأبد، صار عندهم حياة الأبد يا إنسان. إذن المؤمنون هم أحياء غير أموات، أي أحياء بقلوبهم وأرواحهم. ولازم تعرف أن القلب هو باب الروح يا إنسان، الروح والقلب متلازمان، باب الروح ما بين الروح والجسم الواسطة هو القلب، فهذا اللي يوصل يا إنسان. إذن جاء هذا القرآن فيه الروح، من نزل بهذا الروح؟ الروح الجبريلي. على من نزل؟ على أعظم روح إنساني وأول روح خلقها الله، روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء حتى تحيا حياة الأبد. هذه حياة الجسم نزل ملك من الله حين صرت في البطن الأم ومضت عليك 4 أشهر، أرسل الله ملكا نفخ فيك الروح الإنساني فحي جسمك، هذا معروف. أما هذا الروح القرآني الذي يسري في الروح والقلب حتى تحيا، من الذي ينفخه فيك ويصيره إلى روحك؟ هل ورد أن هناك ملك يوصله؟ قال لا. هاي ما هي وظيفة الرسول الملكي؟ هذه وظيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يوصل الروح القرآني إلى الروح الإنساني. قال هيا هيا مين؟ قل له أرى القرآن. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صلى الله عليه وسلم، إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يحييكم به، أي فروحكم، أي روح أرواحكم، روح قلوبكم عنده، فاستجيبوا لدعوته يوصل وينفخ فيكم هذا الروح القرآني الإيماني. وإذا لم تستجيبوا لدعوته حرمتم ذلك. الرسول الملكي في بطن أمك بيجي كراما عنك منفخ فيك الروح كيف ما شئت بدون ما تطلب ولا خيرك يا إنسان. أما هذا الروح القرآني بدك تسعى إليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، أي فحياتكم عند محمد صلى الله عليه وسلم، هاي الحياة بالدراح. قال هذا الروح القرآني عنده فهو الذي يوصله إلى أرواحكم وقلوبكم فتحيا قلوب وأرواح حياة الأبد. قال ومحذرا لما قال استجيبوا يعني أسرق وأقبل ولا تتأخر ولا تجحد ولا تنكر، حذرك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم. قال واعلموا، الحق لما يقول واعلموا معناه تنبيه، معناه لازم تعرف، لازم تنتبه، فسيعلمك ويخبرك عن أمر، مو كلام يعني مثل ما أقول فضول، لا، أمر هام. واعلموا، ماذا نعلم؟ أن الله يحول بين المرء وقلبه. إيش معنى هالآية وراء تلك؟ إيش معناها بعد ما أمر استجيبوا؟ قال واعلموا أن الله يحول، إيه؟ قال يعني استجب يا إنسان لدعوة رسول الله وعجل وهكذا وعرض قلبك لما جاء به حتى يصل منه روح القرآن إليك فيحيا قلبك وتحيا روحك. ولا تنكر ولا تمهل ولا تجحن
ولا تستهزئ ولا كل هاي خرافات ولا ضلالات ولا أباطيل ولا أنه كذا وكذا، لا، وإنما تعقل وفهم. جاء يدعوك لأمر معقول ومقبول، لا تتلكأ ولا تنكر ولا تجحد. الأمر معقول لعلكم تعقلون، إن أنزلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون، أنتم على العقول. أما تقول لا هيك رأسا خرافات أضاليل أباطيل أساطيل الأولين إلى آخر كذب، لا لا يا إنسان، ليه؟ مشان إيش؟ أما يا إنسان وتفهم. قال لا لا لا، قل له إيه تملى، لا لا إيه متلى، قال لا كذا، لا 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 لا، عم بيجحد جحود جحود جحود، وإنكار وإنكار وإصرار وإنكار وإنكار. قل له بعد يا إنسان، بعد إذا أعرضت أعرضت صردت أعرضت صردت أعرضت، وإذا الله يحول بينك وبين قلبك. بيجي عليك يوم وإذا القلب خرج عن الطواعية، قلبك ما عاد يشرب هالشيء وطبع الكفر عليه، نسأل الله العافية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي فيعاقبه فيحجب قلبه عن وصول الإيمان إليه وروح القرآن إلى بقي مصرا على العناد، كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلما زاغوا، أي استمروا على الزيغ، أزاغ الله قلوبهم. فإذا بيجي بعد، نسأل الله العافية، تجي الحيلولة. إذا لا يا إنسان، ثم بنبهك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبك، أنك لما تستجيب لدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء به، ما تستجيب لسانا فقط، اعتقالا قلبا إيمانا، تعتقد هذا القرآن كلام الله، هذا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقاد قلبي وكلام لساني، لكن القلب منكر، كلام لسان لكن ما في قلب اعتقاد ما ينفي. قال لا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي الله عالم بالقلوب، فيعلم من قلبك ما لا تعلمه أنت من نفسك. الله أقرب إلى قلبك من نفسك، لأنه حائل بينك وبين نفسك، بين قلبك، يحول بين المرء وقلبه، أنت في جانب وقلبك في جانب، والله بينكم جل وعلا. إذا إن هو أقرب للقلب، أنت ولا الله؟ الله. إذا لا تظن أنه في شيء بقلبك يخفى على الله، قد يخفى عليك شيء في القلب ولكن الله عليم به. فأنت تأخذ الأمور بالظاهر وهكذا، صدق باللسان ولكن قلب اعتقاد ما في، إنما قلنا كل سخرية واستهزاء، سخرية ومكر واستهزاء وإنكار. لا يا إنسان، لا لا، استجابة قلبية وسمعية ولسانية وتبعية وأدبية إلى آخره، وعرف إن الله أقرب إلى قلبك منك إلى قلبك يا إنسان. هذه كلها تعاليم قرآنية إلهية ينبهنا الله إليها. هذا ما هو صفحك يا إنسان، الله عم بحكي، إنما يذكر لنا الحق والحقيقة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أمور حقائق يصلك الله عليه حتى تأخذ حذرك يا إنسان. اللهم وفقنا أن نستجيب لدعوة رسولك، واجعل ذلك مستقرا في قلوبنا وفي جوارحنا وذاتنا وذراتنا وذرياتنا. إذا هذا الروح القرآن، هذا هو سيدنا رسول الله. الروح الذي جاء به رسول أهم من الروح يا هذه جسمي يا إنسان. قال استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهكذا هناك الروح القرآن، هناك الروح الجبريل نزل به الروح الأمين، ووصف الله تعالى بأنه الأمين. سيدنا جبريل روح القدس والروح الأمين، أمين على وحي الله، أمين على أسرار الله جل وعلا، أمين على خزائن الله العرشية، له تدخلات ما يسمح لغيره يدخلها، وهكذا له اطلاعات غير ما اطلع عليها، هكذا لأنه أمين الله. روح الأمين أمين من؟ على من؟ على خزائن الله وأسرار الله وشرائع الله يحيي ينزلها على الرسل والأنبياء ووحي الله. فهكذا الروح الأمين هذا أمين على وحي الله، مؤتمن نزل بالقرآن حافظا له ووصائنا له ومحصنا له،
دون أن يأتوك مجالا لتدخل الشياطين والتلاعب على قلب سيدنا رسول الله مصونا حصينا محفوظا وتلاه عليه وهكذا حفظه صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى هذا الأمين بالقوة، وهذا الأمين لابد له من قوة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالأمانة وصف قائم بالمؤتمر، ولكن الأمانة بدها تنفيذ حتى يطبق الأمانة. فهل جبريل اللي حمل الأمانة الكبيرة وهو الأمين الله هل عنده قوة قوية أيضا؟ قال نعم. قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إنه لقول رسول كريم، أي رسول ملكي، كما قال جعل الملائكة رسلا، نزل به من عند الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي قوة، سيدنا جبريل ذو قوة، قوة حسية، قوة معنوية، قوة حسية في حد هكذا جسمه النوراني، له 600 جناح، ولقد رآه عليه الصلاة والسلام له 600 جناح. قال يسقط من جناحه، في رواية ينتثر من جناحه التهاويل الدر والياقوت، وجناحه يملأ ما بين المشرق والمغرب. جناح واحد من 600 جناح تملأ ما بين الشرق والغرب، يعني الآفاق كلها يعني. هذا سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح يملأ جناح واحد ما بين السماوات والأرض، وهكذا بريشة من جناح واحد اللي هو من 600 جناح، بريشة واحدة أخذ بخمس مدائن من مدائن قرنوط من أسفلها وجعل عاليها سافلها. طلب قلب بريشة واحدة، إذا حقيقة ذي قوة، ذي قوة، قوة، القوة لا شك الله أعطاه، الله قوي والله يعني. وبصيحة واحدة صاحها في قوم ثمود فرجفت بهم الأرض وماتوا كلهم. أخذتهم الصيحة، صيحة مين؟ من صحفيهم؟ قال جبريل. الصيحة واحدة رجفت قلوبهم وانتزت أطيبها كلهم صلى الله عليه وسلم. يبقى بالمناسبة ليش أخذوا بالصيحة وفلان بالخسف وفلان بالغرق وكذا؟ كلها هي بقى مناسبات، هي بدها بحث خاص. العقوبات اللي هي مسؤولات على مثل الذنوب تأتي. فهؤلاء قوم صالح كان يصيحوا في صالح على وجه الاستهزاء، يصيحوا له يا فلان عم تضحكوا، ويرفع صوتهم بالسخرية والاستهزاء عليه الصياحة ونداء له، فكان جزاؤهم أن يصيح فيهم جبريل صيحة ويدهولهم كلهم. ولكم يا إنسان الجزم جنس العمل به، نسأل الله العافية. فصيحة جبريلية أخذت قوم ثمود الذين كفروا به، ورفع خمس مدائن رأسا على قوم لوط، وهكذا نطق الجبل. لما رجع موسى عليه السلام بالتوراة من الميقات وقال لبني إسرائيل إن الله أمرني أن تعملوا بهذا الكتاب، أي بالتوراة، خذوه بقوة، أي بأمر ثمار انتهاء عن المناهي. فهؤلاء تلكأوا وأعرضوا، فأمر الله جبريل يرفع الجبل طول فوقه. قالوا يا موسى اجمع بني إسرائيل جمعا، رفع جبل الطور وما حول الطور، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، رفع الجبل فوقهم، قالوا خذوا ما آتناكم بقوة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع منهم، خذوا ما آتناكم بقوة، ارتفع ظنوا بضعفه، سجدوا لأمر، سجدوا عفوا عادوا بن انكسروا، ومن خوفهم ما سجدوا تمام، رفعوا علة فوق علة تحت. هيك يعني خوف لا فوقهم، ويا ليت كان وقع فوقهم خلصهم. الحاصل وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، فأعطوا العهد فعاد الجبل كما كان، ثم نقضوا وكان ما كان منهم، ومنهم من وفى إلى آخره. فإذا أين قوة رفعت الجبل يا إنسان؟ الجبل ارتفع والأمر وقع، تنكر
قال ايه ايه لنشتن كده هاي خبر الطولان قال معروف ده قال له معروف عند العرب كمان والقصة معلومة ومقولة بالتواريخ عند العرب ومشهورة والله ذكرها ايضا للعرب حتى يذكرهم بما مضى على من قبلهم انه حتى ياخذوا حذرهم من عذاب الله جل وعلا واما يذكر شيء ما هو معروف ما بيهدد شيء ما هو معروف على كلهم يعرفوه قوم غرق قوم نوح وصيحة ثمود وخصب مدان قوم نوح كل معلومة ذكرها لهم ولقد تركناها آية بذكر العقوبة بقول ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها آية فهل من مدكر أي هل من متذكر ومعتبر يعتبر بعقوبات رب العالمين لما كفرت به الأمم كيف عاقبها سبحانه وتعالى قال لما لم تقع العقوبات في هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم مثل عقوبات من قبل قل له لا عقوبات عامة مثل عقوبات من السابقة ما يقع إنما يقع في الأطراف أنواع من العذاب أما كشكل عام لا هذا إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذا باب التكريم أن بعض أطراف قد يقع فيها هذا قد يقع أما كون بشكل عام يعني الأمة لا يقع هذا إكراما لرسول الله الله عليه وسلم إذا قال ذي قوة عند ذي العرش مكين إن جبريل له مكانته عند ذي العرش أي له المكان والرتب العالي عند ذي العرش مكين مطاع ثم أي له هكذا رئاسة وهو تحت يده جنود من الملائكة يأمرهم فيطيعونه بأمر الله مطاع ثم أي هناك ملائكة تحت أمره فكان إذا نزل بالقرآن نزل ومعه حاشية كبيرة من الملائكة ينزل ومعه ملائكة ما وحده أي هو رئيس الكل وهو متولي التبليغ ولكن في معه ملائكة حفاظا على وحي الله وعلى كلام الله حتى ما تتلاعب فيه الشياطين وما تطلع على ما هناك حفيظة يعني حافظة وهذا كما رأى في الأحاديث يا إنسان وهذا يدلك على عظمة القرآن وأن القرآن نزل وهو محفوف ومصون بصيانة الملائكة برئاسة سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام الحامل له جبريل والحفظ الملائكة معه قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد سورة البقرة سلام القرآن وذروته هي السلام في أعلى الجبل نزل مع كل آية منها 80 ملكا مع كل آية من سورة 80 ملك في صف سيدنا جبريل وجاء في سورة الأنعام قال لما نزل سورة الأنعام كما ورد في الأحاديث بطرق متعددة قال نزل 70,000 مع سورة الأنعام يسبحون الله لهم زجل وتسبيح تجف له الأرض فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم إذن يا إنسان سيدنا جبريل مطاع أي له قيادة ورئاسة تحت أمره الملائكة يتمر بأمره كما أمره الله جل وعلا مطاع ثم أي هناك أمين أمين الله على وحيه والأمين لابد يكون أمر ولذلك ذكر أول وصل قوة وآخر وصل أمانة قوي الأمين فهو أمين الله على وحيه على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو قوي كما قلنا بمعانيه بمعناه بحواسه وعلومه وإدراكاته وسمعه وبصره ولقد أعطاه هذه القوة حتى يكون في تحمل لتلقي كلام رب العالمين لأن الأخذ عن الله جل وعلا هذا لابد من قوة يا إنسان وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله تعالى بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة أي السماوات يعني ما تريها رجفة شديدة من خوفها مخاف قال فإذا سمع أهل السماوات قال صعقوا وخروا سجدا لله
صعقوا أي أخي أغمي عليه وخروا سجدا لله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، هذا هو اللي بيأخذ عن الحق جل وعلا. فيمر بسماء بعد السماء فيسألونه ماذا قال ربكم، فيقول جبريل الحق الحق وهو العلي الكبير. فإن كان هذا الوحي يتعلق في السماوات أمر أهل السماء تنفيذه، وإلا نزله إلى عالم الأرض. إذن يا إنسان السماوات وعظمها وإذا بها تعتديها رعد وخوف ورجفة من هيبة كلام رب العالمين جل وعلا، والملائكة تعتريهم أيضا الغشية من هيبة رب العالمين. قال حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض الله العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أي تتشققن من فوقهن أي من مهابة ما يعتريهن من هيبة الوحي والكلام لله جل وعلا. ولذلك سيدنا جبريل أعطاه الله القوة حتى يتحمل تلقي الوحي عن رب العزة جل وعلا. الإنسان قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا الجبريل الكريم عند الله المكين الأمين هذا نزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. وهكذا وبين رسول الله وبين سيدنا جبريل إخاء وصفاء وود ومحبة واشتياق يا إنسان كامل الكامل. فلذلك كان يقول له صلى الله عليه وسلم في الحديث يا جبريل يا أخي يا جبريل. في رواية أقطع الوحي 12 يوما قيل 40 يوم ثم نزلت الضحى كما هو معروف. فقال بعد ذلك نزل فقال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما نزلت والله حتى اشتقت إليك أي اشتق إليك أنت. قال يا رسول الله أنا إليك أشوق ولكن وما نتنزل إلا بأمر ربك. فاشتياق واشتياق ومناسبة ومناسبة طيبة تامة. وهذا يدلك على عظيم مقام رسول الله أنه بينه وبين رئيس الملائكة سيدنا جبريل مناسبة كلية. فما أعلى مقام رسول الله واشتياق ومحبة وإخاء ووداد وصفاء. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره بسند حسن كما نص عليه علماء الحديث يانسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وجبريل عند الصفا أي كان وقتئذ جبريل واقف عند الصفا جبل الصفا. قال فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل يا جبريل والله ما أمسى لآل محمد صفة من دقيق ولا كف من سويق أي أمسى المساء ما في عند آل محمد ولا شيء من الدقيق ولا السويق. قال فما انتهى من كلامه إلا وقد سمع من السماء هدة أي صوت قوي من السماء. فقال عليه الصلاة والسلام يا جبريل هل أمر ربك أن تقوم القيامة؟ إيش هذا الصوت يعني؟ فقال له جبريل لا ولكن أمر إسرافيل أن ينزل يأتي إليك أي أمر الله إسرافيل أن ينزل من السماء فيأتي إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى إسرافيل عليه السلام. وسيد إسرافيل مقام كبير يا إنسان مقام عظيم عند الله يا إنسان. قال فجاء إسرافيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله سمع كلامك وقد بعثني إليك بمفاتيح الأرض. مفاتيح خزائن الأرض يعني مفاتيح الأرض كل معي بعثني الله بها إليك
بعثني الله إليك بمفاتيح الأرض. قال وأمرني، أي الله تعالى بعث المفاتيح مع إسرافيل سلمها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه عرض. إذن الأول أخذ المفاتيح خالف بيده، لكن الثاني عرض، وعرض وأمرني أن أعرض عليك، أسير لك جبال تهامة، يسير لك جبال تهامة، مو مكة، لا مكة ما حولها يعني عارف. جبال تهامة، حتى بعض العلماء قال مكة وحدها فيها 12 جبلا، فتهامة يعني ما هو أعم من ذلك، كثير أوسع من ذلك. أسير معك جبال تهامة ذهبا وفضة وزمردا وياقوتا، وإن شئت نبيا ملكا أو إن شئت نبيا عبدا، أي أنت مخير، تحب أن يسير معك الجبال ذهب فضة ياقوت زمرد، وهي هي المعادن المطلوبة والمرغوبة عند الناس يا إنسان. وأيضا تختار مقام الملك ملكا أم نبيا عبدا. قال أعادها 3 مرات، ملكا ملكا أو نبيا عبدا، أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، نبيا ملكا أو نبيا عبدا 3 مرات. قال وجبريل جالس إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأشار إلي جبريل، أشار إلي أي إلى الأرض، أي تواضع يا محمد. قال عليه الصلاة والسلام فعرفت أن جبريل هو لي ناصح، أي هو عم ينصحني أن لا تواضع، هذا مقام أعلى، مقام العبودية أعلى مقام الملكية. قال فقلت بل نبيا عبدا. قال فلو اخترت أن نكون نبيا ملكا لسارت معي جبال تهامة ذهبا وفضة وزمردا وياقوتا. فاختار أن يكون نبيا عبدا، ولم يختر أن يكون نبيا ملكا. هناك أنبياء ملوك مثل سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا يوسف صلوات الله عليه أجمعين، وما لنا يأمر وينهى، وإذا خولف أمره انتقم، ومن يزغ منه عن أمرنا نزغه من أحداث السعير، سيدنا سليمان إلى آخره. قال أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون نبيا عبدا، نبيا عبدا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم، وطوى مقام الملكية ولم يعمل به، أعطي قوة المقام ولم يتصرف بالمقام. يعني مقام الملك اللي أعطيه سليمان ناله سيدنا محمد، لكن طواه ما استعمله، مثل واحد عنده إمكانية لكن ما يستعمله. قال مين هي؟ يقول لك الحديث وارد في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم تعرض لي إن عفريتا من الجن، جنيا يعني من العفاريت، لكن قال تعرض لي في صلاتي. قال فأخذت بعنقه وأردت وهممت أن أربطه إلى سارية المسجد، أي يربطه مثل ربط الدب في عمود مسجد المدينة حتى يلعب به صبيان المدينة. قال ثم تذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يستعمله ويظهر به، أن يظهر به، ما هذا معنى الآية؟ فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طوى مقام الملك وما ظهر به. قال تذكرت دعوة أخي سليمان، أي فتركت ما أعطي من قوة الملك وطويت هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. إذا القوة الملكية السليمانية عن سيدنا محمد يا إنسان موجودة، ولكن ما استعملها. أما مفاتيح الأرض فهي عنده يا إنسان. قال أتاني إسرافيل وبعلى ثرة أبلغ عليه مقاليد الدنيا، ولهذا حفظ في أواخر أمره صلى الله عليه وسلم، ما هو آخر الآخر لكن من الأواخر، صعد المنبر فخطب بالصحابة كما في الصحيحين، قال لهم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني والله أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما خاف عليكم أن تشركوا بعدي
ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها أي في الدنيا فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. قال إني فرط لكم أي سابق لكم على الحوض أنتظركم، فإن كنتم صادقين في الإيمان فكيف هكذا فأنتم ألا حين سبقكم رسول الله وتصيرون في ذلك العالم أقبلوا على رسول الله، رجعوا إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني فرط لكم، قالوا أنا شهيد عليكم أي شهيد عليكم بأن فلان آمن وفلان لم يؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين برسوله والمحبين له وارزقنا شهادته لنا بالإيمان وبالمحبة وارزقنا شفاعته فينا. قال وأنا شهيد عليكم، قال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن هو على منبر المدينة يحلف بالله أنه يرى حوضه في الموقف، يرى نعم يرى ويرى عالم الآخرة ويرى العوالم الأمامية والخلفية، يريه الله جل وعلا، الله يريه. لذلك نقول إن أرى ما لا ترى أسمع ما لا تسمع صلى الله عليه وسلم. قال وإني والله أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، فمفاتيح خزائن كلها عند رسول الله يا إنسان صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو ذهل فيها واختار العبدية وقال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد، أي أنتم محفوظون من شرك عبادة الأصنام والأحجار كما كان عليه الجاهلية، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها أي في الدنيا وتميلوا إلى الدنيا وتنشغلوا عن دينكم آخرتكم. إذا حذر من هذا، فهكذا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى الخزائن، ولذلك ما يأتي من خير لأهل الدنيا وأهل الجنة إنما هو من خزائن رسول الله يا إنسان الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ولقد أعطاه مقامات فوق مقامات الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فسيدنا جبريل قال له روح القدس، ونزل بالروح القرآن للتقديس أي التطهير، نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، أي ألقى في قلبه صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله واطلبوا الرزق، طلب جميل على وجه الحلال، ولا يحملن أحدكم استطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده أي من الرزق الحلال النافع إلا بطاعته، فما جاءك عن حلال فهو نافع في الدنيا والآخرة، وما جاءك عن طريق الحرام فهو غير ضار في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الحلال، اللهم عطف علينا قلب رسول الله، وارزقنا شفاعته ومحبته ومرافقته، وادخلنا يا مولانا في حظيرة القدس معه، واسقنا من حوضه الشريف من كبه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وسأتي بها هذا الشيء.